میں گزارش کروں گا آج کی اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کے لیے حافظ نعیم الدین صاحب کیا ہے اس جلسے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں حافظ نعیم الدین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم